سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. سمو الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أصحاب المعالي الوزراء أصحاب السعادة السفراء أصحاب السعادة مديري المنظمات العربية والإقليمية والدولية حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية في هذا الصباح ويسرنا أن نرحب بكم في حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدورتها الثالثة لعام 2011. في البداية ندعوكم لمشاهدة هذا الفيلم القصير حول جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
مع كلمة سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، فليتفضل سموه مشكورا. دتش بعدين أطول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كان يسمعني هذا اللي عند الليتات، هي لبج الليتات ما يحتاج ضرب، هذا ما حد يسمع. شكرا. ما ادري حقا الا بندون ليتات. سمو الاخ الشيخ سلطان بن حمدان النهيان، سعادة الدكتور جاك ضيوب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السادة الفائزون بجائزة الخليفة الدولية للنخيل التمر، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عشان أحسن كذي ولا واجه على هاي اللي حاطينها. أحييكم أطيب تحية وأرحب بكم في احتفالنا اليوم بالفائزين بالدورة الثالثة لجائزة خليفة الدولية للنخيل التمر. هذا الاحتفال الذي يؤكد من جديد ارتباط النخلة على التاريخ والتراث، بل وعلاقتها الخاصة بالإنسان، وهي علاقات ساهمت في تشكيل طبيعة الحياة في البيئة والمنطقة عبر التاريخ وتتابع العصور. ويسرني في البداية أن أرحب بسعادة الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة وعضو مجلس إدارة الجائزة، مقدرا له دعمه ودعم منظمة الفاو لهذه الجائزة العالمية التي أصبحت بحمد الله مثالا للجائزة المرموغة ورمزا الأهمية هذه الشجرة المباركة في مسيرة المجتمعات البشرية، بل وحافزا لكافة الباحثين والمهتمين في هذا المجال ببذل جهد ودراسة الآراء والأفكار. من عندها المزيان؟ هذا عند مزيغاني. ودراسة الآراء والأفكار وأعداد البحوث والدراسات التي تسعى نحو تطوير
الزراعة وتحقيق المنافع الاقتصادية للنخلة بما يعود بالخير على الجميع. أن نحمد الله كثيرا أن جائزة خليفة الدولية للنخيل تلتقي اليوم وفي دورتها الثالثة لتصبح موضع تقدير كبير واحترام أكبر في كافة الدوائر المهتمة بالنخلة على مستوى العالم، يتابعون مسيرة الفائزين بها بإعجاب وتقدير، يهتمون بإنتاجهم العلمي وإسهاماتهم المتميزة، ويدركون دور هذه الجائزة في بث الحيوية والنشاط في جهود البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي والهام. وفي إطار ذلك كله تأتي دور دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي الدور رئيسها وغائد مسيرتها صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وهو الذي خصص هذه الجائزة المرموقة التي تحظى بشرف حمل اسمه الكريم، تأكيدا على أهمية الزراعة في مسيرة الدولة، وحرصا من سموه على مكانة نخيل التمر في تحقيق النهضة المتوازنة والمستدامة، ورغبة أكيدة في إرساء دعائم نهضة الإمارات على أساس متين من العلم والبحث والدراسة. إنني أرفع إلى صاحب السمو الوالد رئيس الدولة وصاحب هذه الجائزة العالمية باسمي وباسمكم جميعا عميق الشكر وبالغ التقدير والامتنان، مؤكدين للسمو أننا سوف نكون دائما وبعون الله على قدر توقعاته في العمل الجاد والسعي المثمر نحو كل ما هو أفضل وأروع. إن هذه الجائزة سوف تظل دائما وبإذن الله مثالا للتجويد والتميز والالتزام، بل وإداة لمتابعة كل جديد، ونموذجا في الاحتفاء بالعمل الناجح والإنجاز المفيد. نحتفل اليوم أيها الأخوة والأخوات إنما هو كذلك احتفال بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها الواضحة في مجال نخيل التمور، بل وتقدير لما يبذله قادة الدولة من جهد كبير في هذا المجال. وأنا أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير إلى الفريق أول صاحب السمو الأخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. نشكر لسموه دعمه القوي لهذه الجائزة التي تؤكد رؤية سموه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على هذا الوطن المعطاء، بل وفي أن تكون دولة الإمارات دائما في المقدمة والطليعة في الأخذ بكافة المبادرات التي تنفع الإنسان في كل مجال ومكان. أتقدم بالشكر والتقدير كذلك إلى سمو الأخ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، شاكرا للسمو دعمه الشخصي والقوي بل ودعم الوزارة أيضا لهذه الجائزة كي تحقق بإذن الله كافة الأهداف الموضوعة لها والآمال المرجوة منها. الآن أيها الأخوة والأخوات ونحن نحتفي بالفائزين في هذه الدورة الثالثة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، فإننا في واقع الأمر نجني بعض ما قرسه مؤسس الدولة
المقبول بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأجزل ثوابه، وهو الذي حول الصحراء إلى واحة وارفة وأرضا خضراء واهتم بالنخلة على وجه الخصوص، وكان هدفه دائما رحمه الله أن تكون دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا لزراعة النخيل وإنتاج التمور، بل ودراسة الشاملة لهذه الشجرة المباركة. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن دولة الإمارات الآن قد أضحت، وهي كذلك بالفعل بفضل جهود أبنائها وحكمة قادتها، بل وبما تتمتع به من أمن واستقرار ونظرة واثقة نحو المستقبل. أيها الحبيب الكريم، يسر الآن أن أتقدم بفائق التقدير والتحية إلى كل من شارك في مسابقات جائزة خليفة الدولية للنخيل التمر في هذه الدورة الثالثة، كما أعبر عن خالص التهنئة وأطيب التمنيات إلى جميع الفائزين بها. إننا نحتفي اليوم بإنجازاتكم المتميزة أيها الفائزون بالجائزة، فإنما نعبر في واقع الأمر على ثقتنا الكبيرة في مكانة العلم والعلماء في تشكيل مسيرة هذا العالم، بل وعن قناعتنا الأكيدة أنكم بعملكم وجهدكم وحرصكم الدائم على التجويد والتطوير ستكونون دائما نماذج ملهمة ليس فقط لزملائكم بل والأجيال الصاعدة كذلك. إنني على ثقة كاملة بأن حصولكم على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر سيكون حافزا لكم على الاستمرار في العطاء والعمل، وليكون شرف الحصول على هذه الجائزة دافعا لكم نحو المزيد من البحث والدراسة على طريق تحقيق النمو والتقدم والرخاء في العالم أجمع. أتقدم بالشكر كذلك إلى السادة الكرام أعضاء مجلس أمناء الجائزة، كما أشكر كافة الهيئات والمؤسسات التي تتعاون مع إدارة الجائزة، مقدرا لكم جميعا اهتمامكم وحرصكم على نجاح هذه الدورة الثالثة للجائزة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تظل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور مجالا خصبا لدعم جهود العلماء والباحثين في كافة أنحاء العالم في تطوير كل ما يتعلق بالنخلة المباركة، وعلى نحو يساعد في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة جوانبها وأبعادها. أيها الحفل الكريم، أرحب بكم جميعا وأشكر لكم مشاركتنا هذا الاحتفال، وأكرر تهنئتي للفائزين بالجائزة، وأدعو المولى العلي القدير أن يوفق خطانا دائما، ونسعى للاعتماد على العلم أساسا للتطوير الدائم والتقدم المستمر. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.